وخلال إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد بالأكاديمية العسكرية، أوضح أن المدن الجديدة تعمل على التوسع أفقيا لحل مشكلة الازدحام التي كانت ستتفاقم بالقاهرة. استفدت كمان يا فندم من الزيارات اللي اتعملت، برنامج التخطيطي، زرت المدن الجديدة زي مدينة الجلالة وزي العاصمة الإدارية يا فندم. ورأيك في الموضوع؟ عظيم جدا يا فندم، مصر اتنقلت يا فندم نقلة نوعية. احنا عملنا المدينة ليه؟ القاهرة دي هتنمو خلال 20 سنة اللي جاية دول، رحت من 4-5 جنيه. طب هيروحوا فين؟ هيروحوا ايه؟ مين يا فندم؟ هيروحوا فين؟ في فرصة في حتة تانية؟ طب هو تكلفة إن هم يقعدوا في القاهرة أكتر ولا إن إحنا نعمل ده أكتر؟ والسؤال كده أنا مش هاممني أبداً، وده مهم إن إحنا لما نروح مدن زي كده مش مهمني إنك أنت تشوف مدينة جديدة شكلها حلو، لا هي اتعملت ليه؟ عملناها كده ليه؟ هل عندنا خيارات أخرى أقل تكلفة؟ إن إحنا ظروفنا مش الدولة مش غنية أو إن إحنا نعمل كده، إحنا ما كانش عندنا خيارات أخرى غير كده، لو ما كناش عملنا كده قصرنا في حق بلدنا.